تكلم يعني ببعض الصراحة إنه الخطاب الديني عكس ما تقوله على الإطلاق. يعني انا هقول حاجه، انا يعني ليا راي مختلف شويه في حكايه الخطاب الديني. انا بعتقد انه الناس بتختار الخطاب الديني بشكل انتقائي، يعني اذا كان الخطاب الديني بيتفق مع توجهاتي ورغباتي وبتاع فبركز عليه، اذا ما كانش ما بتغاضى عنه. وانا هقول يعني حاجه، انه الخطاب الديني المتشدد بيقول انه استخدام وسائل تنظيم الاسره بيحرمه، كويس؟ طيب هو الناس في مصر بيخلفوا 10 و15، ما هو لو وسائل تنظيم الاسره محرمه على الاطلاق ممكن كل اسره تنتهي بقى ب10 15، لكن هم في واقع الامر بيقفوا عند 4 او 5، يعني معظم الاسر المصريه ما بتزيدش عن 5. ليه؟ لان هو شايف ان هو عايز ينجب 4 عشان 2 قليل، عشان لما اكبر يبقى مش عارف ايه، بقى لو حد سافر يبقى في حد موجود. يعني هي منظومه اجتماعيه اكتر منها منظومه دينيه. انا بعتقد انه التوعيه الكافيه، لكن كمان لازم اقول انه تقديم الخدمات بجوده عاليه واتاحه الوسائل لكل الناس في كل المناطق دي ضروره اولويه حكوميه لا يمكن التنازل عنها. والابحاث بتقول ان في حوالي 12% من الولادات بيكون غير مرغوب فيها، بمعنى انه الاب او الام يعني الاهل بيكونوا مش محتاجين طفل تاني، يكونوا خلاص اكتفوا، ولكن لنتيجة لعدم وجود وسائل او لفشل في الوسائل او لعدم وجود استشارات كافية فبيحدث الحمل، فبيبقى حمل غير مرغوب فيه. 12% من 2 مليون يعني احنا بنتكلم على حوالي 250,000 مولود. فلو احنا يعني حضرتك شايف ان في مدخل للحل، في مداخل متعددة للحل، يعني انا وجهة نظري. طب لماذا لا نقوم بها، او يعني لماذا لا ناخذها في حسباننا؟ يعني انا اظن انه ملف السكان هو ملف موزع على القبائل، ما فيش حد مسؤول عنه. يعني عندنا مثلا زي ما حضرتك بتقول وزارة الصحة والسكان، يعني احيانا بتساءل ما الصلة بين الصحة والسكان؟ يعني هو تم الاصطلاح على انه السكان تتحط مع الصحه، ده يعني مدخل ممكن يكون، ده بديل ماهوش مش سيء. هقول لحضرتك ليه مش سيء، لانه وزاره الصحه هي المسؤوله عن توزيع الوسائل لتنظيم الاسره، فهي المسؤوله عن المنظومه الصحيه لا سيما في الوحدات الصحيه الحكوميه الى اخره. طبعا البديل الاخر انه ننظر الى السكان نظره اكثر اتساعا، بحيث انها تكون نظره تنمويه بالدرجه الاولى، بتاخذ في الاعتبار عمل المراه، يعني مثلا عمل المراه مرتبط بشكل كبير جدا بانجابها، يعني الانتاجيه والانجاب مرتبطين ببعض، اذا كانت المراه لا تعمل فممكن ده يخليها يشجعها انها تنجب اكثر. طب واذا ايضا يعني نظره اخرى، لو قلنا انه عدد الشباب في سكان مصر عدد كبير جدا جدا، في بعض الدول استغلت هذا وجعلته قوة إنتاجية كبرى، يعني مش لازم دايما نبص لهذا الموضوع على أنه مأساة، من الممكن أن ينتج شيء جيد إذا ما يعني وجهناه توجه آخر. ما هو الزيادة السكانية ممكن تكون منحة وممكن تكون محنة. أيوه. فإزاي تبقى منحة؟ إن إحنا أولا يكون عندنا تعليم جيد. أيوه. يقضي الناس دول مهم كلها جدا. بس إذا ما كانش قدرنا نعلم كل الناس تعليم جيد فلازم يكون في تدريب تحويلي، ولازم يكون في فرصه للناس انها يعني يبقى في مسانده للمشروعات الصغيره اللي ممكن تنمو بسرعه، للابداع، للافكار الجديده الى اخره. التعليم الفني لازم يكون افضل من كده. فبس هي عايز اقول انها يعني هي منظومه متكامله مكلفه، ما ينفعش مسؤول عنها وزاره واحده. ايوه دي صحيح. دي مسؤوليه، ومش عايز اقول دي مسؤوليه الحكومه بس، دي مسؤوليه كمان كل المجتمع. يعني المجتمع المدني لازم يلعب دور، القطاع الخاص لازم يلعب دور الى اخره. يعني هي ليست مساله الدراما التلفزيونيه. دراما التلفزيونيه، حضرتك تذكري زمان الدراما التلفزيونيه، يعني انا بسال سؤال، منذ فيلم افواه وارانب في كم فيلم طلع بيتكلم عن المشكله السكانيه مؤثر؟ ما اعتقدش انه في افلام كثيره طلعت. يعني انا فاكر في 3 افلام طلعوا في هذا الوقت ورا بعض، افواه وارانب وام العروسه وفيلم ثالث، من بعد كده مفيش اعمال دراميه. حتى لو يعني مع تحليل هذه الافلام ليست كلها مع تحديد النسل يعني. طيب مظبوط مظبوط، يعني في افلام بتدي رسالة عكسية. كانت ضد هذه السياسه تماما. مظبوط.
وطبعا دلوقتي الاعلام اصعب لانه احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، ما فيش التواصل يعني الاعلام الاجتماعي مالوش سيطره، يعني ما فيش حد مسيطر عليه او ما فيش حد بيخطط له، فممكن اي حاجه تتقال فيه. ف لكن زي ما حضرتك قلتي مثلا طاقه الشباب في الاعلام الاجتماعي ممكن توظف بشكل جيد، لانه ممكن برضو يعني في مواقع كتيره وفي منصات كتيره فيها مثلا مليون واحد مشترك فيها، اي رساله بتطلع ايجابيه ممكن يكون لها تاثير جيد جدا على مجتمع كبير من وايضا المصر. الرساله ان كانت سلبيه بتؤثر طبعاً ايضا طبعا.